حراك مطلبيون في الجزائر للأسبوع 16 بعد 100 منذ بداية الانتفاضة الشعبية، شارك فيه كالعادة آلاف المتظاهرين في العاصمة وسط انتشار أمني كبير على الأرض. المسيرة الاحتجاجية انطلقت من حي باب الوادي الشعبي إلى حي بولزداد بدلاً من التجمع كل يوم جمعة وسط المدينة. قوات الأمن استخدمت القوة لتفريق مسيرة الحراك واعتقلت عدداً ممن شاركوا فيها، ثم أعادت إطلاق سراح الموقوفين بعد ساعات من اعتقالهم. ووفقاً للجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، هناك حالياً أكثر من 70 شخصاً في السجن على خلفية مشاركتهم في الحراك وقضايا حريات. على صعيد متصل، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري دون قيود أو شروط لجميع الذين احتجزوا لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية التعبير. وقالت في بيان إنه يجب على قوات الأمن الجزائرية الامتناع عن استخدام القوة غير المشروعة لتفريق المحتجين المطالبين بإجراء تغيير سياسي. يشار إلى أن الحراك الشعبي في الجزائر بدأ في شباط فبراير 2019 رفضاً لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، ويطالب نشطاؤه اليوم بتفكيك النظام السياسي القائم منذ استقلال الجزائر عام 1962.